تنطلق غدا فعالية المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء والمتخصصين. وفي بيان أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، كما يشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مناقشة عدد من الملفات، من بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة وفرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، فيما يشهد اليوم الثالث عددا من الجلسات أبرزها خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.